الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الشعب السوداني العظيم، اسمحوا لي أن أحيي أولاً ضيوفنا الكرام الذين يشرفوننا في يوم نصر أمتنا، في يوم نصر أمتنا التاريخي. أصحاب الفخامة والمعالي قادة الدول والمنظمات، أخص بالذكر والتحية والشكر الأخ الرئيس إدريس دبي، والأخ الرئيس سلفا كير مياردات، الأخ الرئيس فاوستين تواديرا، والأخ الرئيس أوهارو كينياتا، الأخ الرئيس رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الفيدرالية أبي أحمد، أيضاً الأخ مصطفى كمال مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية الشقيقة، والأخ موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. أصحاب المعالي رؤساء الوفود من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، السادة السفراء رؤساء البعثات الدبلوماسية بالسودان، لزاماً علينا أن نخص بتحية خاصة وشكر عميق الأخوين اللذين صبرا ورابطا معنا طوال الفترة الماضية من أجل الوصول لهذا اليوم، البروفيسور محمد الحسن ولد اللبات مبعوث الاتحاد الأفريقي، والسفير محمود درير مبعوث جمهورية أثيوبيا الشقيقة، وبقية طاقمهم في مجموعة التفاوض وفي مجموعة الوساطة. كما لا يفوتني أن أشكر باسمكم أيها الشعب العظيم كل الدول الشقيقة والصديقة التي وقفت معنا في الأيام التي تلت نجاح ثورتنا المباركة بالدعم والإسناد والنصح والإرشاد. ضيوفنا الكرام، الشعب السوداني الأبي، إن هذه الثورة العظيمة قد بلغت مراميها بتضحياتكم الجسام وتوقكم للحرية والانعتاق، حيث أثبتتم أنكم معلمون للشعوب بنيل نبيل مبتغاكم وبلوغكم مآلات التغيير عبر سلميتكم التي ستظل محفورة في وجدان العالم وذاكرته الحية. أيضاً حفاظكم على ممتلكاتكم ومقدراتكم ونسيجكم الاجتماعي المتين، ولا أملك إلا أن أتقدم لكم بجزيل الشكر على ذلك أيها الشعب العظيم. إن قواتكم المسلحة بجميع مكوناتها وجميع القوات النظامية الأخرى قد أثبتت أنها حامي عرين هذا الوطن وشريك شعبه في التحرر والانطلاق دون أن تفقد مهنيتها أو انضباطها أو تنجر إلى الفتن، فكان أن مثلت جسر العبور للتغيير وصارت الحامي والمدافع عنه، فالتحية لها ولغاداتها. ضيوفنا الكريم، ضيوفنا الكرام، شعب السوداني الأبي، لقد كانت تلك الأيام التي قضيناها في التفاوض والتحاور في شأن الوطن أثبتت أن من قادة الثورة رجال امتلأوا وطنية وحماساً وإخلاصاً، فكان أن وضح بأن قوى إعلان الحرية والتغيير والقوى الثورية الأخرى شركاء في هم الوطن وشركاء في هم الإصلاح والتغيير، بل أن تلك الأيام قد كشفت عن نقاء المعدن النفيس لكافة أطياف الشعب السوداني، حيث تجلى ذلك في كل القوى السياسية الموجودة في الساحة وحكماء الوطن وأصحاب المبادرات الوطنية الذين لم يبخلوا بالنصح والرؤى مكتوبة ومنطوقة في جلسات طويلة تفيض وطنية وتجردا وحرصا على خير هذا البلد. فشكلت تلك الآراء السراج الهادي لما توصلنا إليه من ترتيبات للفترة الانتقالية، نحسب أنه أعلى من شأن الوطن وأبعد حظوظ النفس والحزب والجهة، وتشارك الجميع في صنعه بالفكر والرأي والنصح. شعبنا الكريم، شيباً وشباباً، ضيوفنا الكرام، إنني أقف أمامكم اليوم وكل فخر واعتزاز بعد أن تجاوزنا مرحلة الإعداد وتوجهنا تلغاء مرحلة البناء، لنهتف معاً بقلب صادق بأن الحصة الآن وطن، وطن يعتز بكم، وطن يعتز بكم وتعتزون به، وطن خصب ولود
أنجب الأبناء الذين رفعوا اسمه أمام العالم عطاءً وإنجازًا وتميزًا. وطنٌ بكر ما زال يرجو أن يثير أبناءه الأرض فتحيا خيرًا وعطاءً، مسقيةً بعرق الشباب وفكر العلماء. وطنٌ محميٌ بشعبه، محميٌ بحب شعبه وحرصه على غرسه. ومن هنا أدعو الجميع لأن نجعل من هذا اليوم محطة لتجاوز مرارات الماضي والنظر قدماً نحو المستقبل. فأوقات البناء أسمن من أن نضيعها في الذكريات المريرة، وجهد الرجال أقيم من أن نهدره في الصراع. فليتوجه الجميع تلقاء المنجل والقلم، ولنلتقي في ساحات العطاء لنحتفل مجدداً بإنجازنا للوطن، كل في حقله، فحقاً الحصة وطن. يا شباب هذه الأمة ويا روحها المتوسبة التي أثبتت أنها نار لا تخبو ونور لا ينطفي، لا توجه إليكم بالشكر يا من كنتم وقود هذه الثورة، فذلك كان واجبكم وقمتم به خير قيام. ولكن أدعوكم للانتقال لمربع العطاء، فأنتم من يعول عليه البلد، من يعول عليه هذا البلد في البناء والإعمار والتقدم. فقد ملكتم سواعد الشباب، فجيلكم الذي فاقت مهاراته العلمية وشهاداته العليا قدرة البلاد على توظيفه، ففاض على الدول الشقيقة والصديقة، يبني ويعطي. لهو اليوم مطالب بأن يسهم في نقل بلاده إلى مرحلة جديدة في مصاف الأمم الراقية والمتقدمة، وهو أمر لا أراه بعيداً بل أقرأه صدقاً وعزماً في عيونكم المتوسبة. كما أن إخوانكم الذين قدموا نفوسهم الغالية رخيصةً في سبيل هذا الوطن ينظرون الآن من علياء الجنان ويريدون أن يفرحوا بنجاح ثورتكم في التغيير والبناء. فلنجعل استشهادهم يستحق بأن نبني هذا الوطن ونزرع فيه روح العطاء والبناء والإنجاز، ولنترحم عليهم دوماً ونسأل الله أن يجعلهم في أعلى جنانه وأن يلهم آلهم وذويهم الصبر وحسن العزاء، وهم أحياء عند ربهم يرزقون. ضيوفنا الكرام، شعب السودان العظيم، في الختام لا بد أن نجدد الشكر والعرفان لكل من وقف خلف هذا الإنجاز، إنجاز اكتمال وصيغة الانتقال في اللجان الفنية والمفاوضين الذين سهروا الليالي من القوات المسلحة وقوى إعلان الحرية والتغيير والوخ الوسطاء. كما لا يفوتني أن أشكر اللجان التي عدت لهذه المناسبة، وجدد كذلك الترحيب والشكر والتقدير لكل ضيوفنا الذين شاركونا وشرفونا حضوراً، وكل قادة الدول الشقيقة والصديقة الذين اتصلوا وأبرغوا مهنيين بهذا الختام المشرف لثورة الشعب السوداني. كما أؤكد لكم شعبنا الأبي أن قواتكم المسلحة سوف تبذل الغالي والنفيس من أجل حماية إرادة الشعب وسلامة الانتقال إلى الحكم المدني الديمقراطي. عاش السودان وطناً ينعم بالحرية والسلام والعدالة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.